السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي طلاب اولى ثانوي عاملين ايه؟ احنا خدنا المرة اللي فاتت تداخل فعل الجينات، وعرفنا ان تداخل فعل الجينات دي هندرس فيها اربع ظواهر او اربع خصائص. كان ايه عندنا في تداخل فعل الجينات؟ كانت اول حاجة كانت انعدام السيادة وخدنا الامثلة عليها وعرفنا النسب فيها. تاني حاجة كانت تعدد البدائل وفصائل الدم، وتالت حاجة كانت الجينات المميتة، واخر حاجة عندنا النهاردة وهنفنش تداخل فعل الجينات خالص، وهي الجينات المتكاملة. طبعا هو كمال طبعا لله وحده طبعا، بس احنا عندنا عايزين نعرف يعني ايه جين متكامل دوت. طب ايه الامثله اللي عليه؟ طب امتى الجين يبقى متكامل؟ طب امتى الجين يدينا مثلا صفه سائده؟ طب امتى الجين يدينا صفه متراحمه؟ هنعرف الكلام دوت كله النهارده. تعالوا كده مع بعض نفتكر تداخل فعل الجينات. احنا كنا بنقول ان تداخل فعل الجينات هناخد فيها اربع حاجات. اول حاجه في تداخل فعل الجينات رقم واحد انعدام السيادة، وتاني حاجة في تداخل فعل الجينات تعدد البدائل، تالت حاجة في تداخل فعل الجينات الجينات المميتة، ورابع حاجة وآخر حاجة النهاردة عندنا اللي هي الجينات المتكاملة. يبقى دلوقتي ده داخل فعل الجينات اربع حاجات. اول حاجة كان انعدام السيادة، وعرفنا انعدام السيادة دوت بيتم فين؟ كان بيتم عندنا في الدجاج الاندلسي، نبات شاب الليل، او حنك السبع. كان بيتم ايضا في ابقار الهورت شورت، وعرفنا ان افراد الجيل التاني كانت بتطلع في انعدام السيادة واحد الى اتنين الى واحد. تمام؟ تمام. والكلام دوت قلنا بدل مرة اتنين وتلاتة. بعد كده دخلنا على تعدد البدائل، وعرفنا تعدد البدائل دي خدنا فيها حاجتين. تعدد البدائل خدنا فيها فصائل الدم، وعرفنا عندنا كام جين متحكم، عرفنا كام فصيل الدم، عرفنا كام ظواهر او طرق جينيه مظهريه اللي احنا بنشوفها نعرف منها الفصيله تبقى ايه او بي او 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 اي بي، وعرفنا ايضا ايه اهميه فصائل الدم، وعرفنا بقى الفصيله او دي بتاخد منين وتدي لمين وايه وبي واي بي. طيب وخدنا حاجة مهمة جدا، وهي حاجة اسمها عامل الريسوس اللي هو كان رمزه RH، وعرفنا ان معظم البشر او الحالة السائدة لعامل الريسوس بيكون RH موجب، وطبعا المتنحي او ال 15% بس من البشر بيكون RH بتاعهم ايه؟ بيكون RH بتاعهم سالب. خدنا الكلام دوت كله ودرسناه بالتقان وعرفنا كل حاجة فيه. يبقى احنا خدنا دلوقتي اهو، خدنا انعدام سيادة، خدنا تعدد بدائل، وخدنا الجينات المميتة. الجينات المميتة دوت خدنا عليها مثال حلو جدا، اللي هو الجينات المميتة ده هو الجينات اذا وجدت بصورة نقية تؤدي الى وفاة ربع النسل. يعني ايه بصورة نقية؟ احنا خدنا دلوقتي ان احنا عندنا الدروس، الدروس ممكن مثلا سيان تكون اه، ممكن تكون ايه ايه، ممكن تكون ايه كابيتال اسمول، ممكن تكون اسمول اسمول. احنا عندنا دلوقتي عارفين ان ايه ايه دوت سائد نقي، ودوت برضو سائد بس ده سائد هجين. ودلوقتي عندنا ايه ايه دوت ده اصلا متنحي نقي. يبقى دلوقتي كنا بنقول المره اللي فاتت الجينات المميته هي جينات اذا وجدت بصوره نقيه، نقيه يا مستي يعني دوت او دولتين دول نقيه، هو ايه كابيتال ايه كابيتال او اسمه الاسمول، هي جينات اذا وجدت بصوره نقيه تؤدي الى وفاه ربع النسل. يعني ربع النسل بيموت لو تواجدوا بصوره نقيه، تؤدي الى وفاه ربع النسل. وعرفنا ان احنا عندنا نوعين من الجينات المميته. لو انتوا دلوقتي عايزين ترجعوا لفيديو الجينات المميته عشان تفتكروا ارجعوا له، بصوا فيديو مهم جدا. الجينات المميته خدنا فيه جينات مميته سائده وجينات مميته متنحيه. الجينات المميته السائده كانت لون الفرار الاصفر في الفئران اللي هو طبعا يلو، واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي سمول. وعرفنا دلوقتي ان اللي هيموت واي كابيتال واي كابيتال، ليه؟ عشان ده جينات مميته ايه؟ سائده. مش قلت لنا يا مس هي جينات اذا وجدت بصوره نقيه، صوره نقيه يعني واي كابيتال واي كابيتال تؤدي الى وفاه ربع النسل. الربع دوت هيموت يا مس، اللي هو واي كابيتال واي كابيتال ده هيموت يا مس. طب احنا خدنا الجينات المميته المتنحيه. الجينات المميته المتنحيه كان مثال عليه مهم جدا اللي هو انيميا الخلايا المنجليه. عرفنا انيميا الخلايا المنجليه بنرمز لها مصطلح كده انجلش يعني اللي هو سايكل سيل انيميا. السايكل سيل انيميا دوت كنا بنقول اس كابيتال اس سمول، مع اس كابيتال اس سمول كان بيجينا طبعا افراد منهم اس كابيتال اس كابيتال اس كابيتال اس سمول اس كابيتال اس سمول اس سمول اس سمول، كان بيدينا افراد نقيه متنحيه اللي هي اسمه اس سمول، وهو ده الفرد اللي كان بيموت. الشخص دوت كان مريض ويموت عند البلوغ.
وعرفنا انيميا خلايا منجليه وفرقنا بين الشخص السليم والشخص اللي هو سليم الهجين اللي هو كان بتظهر عنده الحالات المرضيه عند بذل مجهود عندنا مثلا عند نقص الاكسجين. وعرفنا ايه اللي بيحصل بالظبط في جينات الموت اللي هو تؤدي الى وفاه ربع الناس. عرفنا امتى ربع الناس اللي هو السائد بيموت وامتى ربع الناس المتنحي هو اللي بيموت. النهارده بقى حاجه جديده من نوعها درس جديد جزئيه جديده وهي الجينات المتكامله. تعالوا كده يا شباب نشوف الجينات المتكامله هنقول ايه فيها بالظبط. يبقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وملائكه المقربين. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده درسنا عن الجينات المتكامله. الجينات المتكامله ناخد مثال عليها مهم جدا اللي هو دراسه بسلة الزهور. هتقولي ايه مثل ده؟ هي بسلة الزهور دي غير البسلة اللي هي الخضرة بتاعتنا؟ اه طبعا. دلوقتي بسلة الزهور دي في منها ازهار ملونة وفي منها ازهار بيضاء. تعالوا كده نشوف مع بعض. يبقى دلوقتي الجينات المتكاملة مثال عليها مهم جدا دراسة بسلة الزهور. طب بسلة الزهور دوت يا شباب، بسلة الزهور دوت في منها نوعين، في عندنا ازهار ملونة، هي ازهار ملونة، وفي منها ازهار ايه يا شباب؟ ازهار بيضاء. حلو قوي ممتازين. طب احنا عايزين نعرف يا مس امتى الازهار الملونة دي بتظهر وامتى الازهار ملونة وامتى تكون الازهار بيضاء. تعالوا كده نشوف. بيقول لي يا شباب دلوقتي الازهار الملونة، الازهار الملونة بقى بيقول لك دلوقتي اذا حدث تكامل، اذا حدث تكامل بين زوجين من الجينات وكان كلاهما سائد، يعني كلاهما سائد، يبقى الازهار بتكون ملونه يا مس لو حدث تكامل. ما هو اسمها من اسمها جينات متكامله، يبقى هي الجينات اللي بتكون الازهار بتاعتها ملونه اذا حدث تكامل بين زوجين من الجينات وكان كلاهما سائد. تعالوا نشوف دلوقتي ازاي. طيب يا مس بقى الازهار البيضاء، تعالى يا بشوات كده. يبقى دلوقتي الازهار البيضاء اهو، الازهار البيضاء دلوقتي تظهر اذا كان احد الجينين او كلاهما في صورة متنحية. لو جين واحد، جين واحد او اتنين متنحيين. تعالوا كده بالراحة كده بالهدوء كده ونشوف ازاي. بصوا يا بشوات، احنا دلوقتي قلنا الازهار الملونة اذا حدث تكامل بين زوجين من الجينات وكان كلاهما سائد. تعالوا نشوف الدنيا بقى ازاي كلاهما بيكونوا سائد. احنا عارفين دلوقتي ده ايه كابيتال وايه كابيتال، ده كده جين اهو سائد مع بي كابيتال، بي كابيتال الله، ده سائد وده سائد يا ماس. اه يبقى ده ازهار ملونة. اول ما نشوف الطرز ده نعرف على طول ده جينات متكاملة ازهار ملونة على طول. يبقى دلوقتي كابيتال كابيتال بي كابيتال بي كابيتال. حلو قوي، تعالوا نشوف ممكن الطرز بتاعها يكون ايه تاني. قال لي دلوقتي ايه كابيتال اسمه بي كابيتال بسمول، برضو ده كابيتال وده كابيتال، يبقى دلوقتي برضك دوت تكامل بين جينات اهو. الله حلو جدا. طب تعالوا بقى كمل، عندنا ممكن تكون ايه كابيتال، ايه كابيتال، بي كابيتال بسمول، ده طراز وده طراز وده كل مختلفين عن بعض. ايه كابيتال، ايه كابيتال، بي كابيتال، بي كابيتال، ايه كابيتال سمول، بي كابيتال بسمول. حلو كده، ايه كابيتال، ايه كابيتال، بي كابيتال بسمول، ماشي اهو. طب ايه كابيتال، ايه سمول، بي كابيتال، بي كابيتال. الله ايه يا مس العظمه دي. لا بالراحه علينا بقى وفهمينا، بالراحه كده علينا. بصوا يا شباب احنا قلنا دلوقتي ان احنا هنا بالبنك ده كده اول طراز، ده الثاني وده الثالث وده الرابع، اهو 1 2 3 4. يبقى الازهار الملونه اذا حدث تكامل، اذا حدث تكامل بين زوجين من الجينات، زوجين من الجينات وكان كلاهما سائد، ده سائد وده سائد،
ماشي. ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ بكابيتال بكابيتال. ايه كابيتال؟ اسمول بسمول بسمول، سائد وسائد. واخدين بالكم الطرازين دول غير بعض. تيجي هنا سائد وسائد. ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ بكابيتال بسمول، سائد وسائد. ايه كابيتال؟ اسمول بكابيتال بكابيتال. دي جينات متكامله، جينات بتدينا ازهار ملونه. تعالوا نشوف بقى الازهار البيضاء. احنا شفنا عرفنا الازهار الملونه وعرفنا الطرازين. اما اجي اقول لك الناس النتج في الازهار الملونه ادينا كام طراز، هتقول لي يا مستر اربعه. ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ بكابيتال بكابيتال. ايه كابيتال؟ اسمول بكابيتال بسمول. ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ بكابيتال بسمول. وايه كابيتال؟ اسمول بكابيتال بكابيتال. الحاجات دي بص يعني التعود هتلاقيها سهله معاك خالص. تعالوا بقى نشوف امتى الازهار تكون بيضاء. قال لي اذا كان احد الجينين او كلاهما في صوره متناحيه. يعني ايه الكلام دوت؟ تعالوا كده مع بعض. احنا قلنا او كلاهما في صوره متناحيه. يلا يا باشا، ايه كابيتال ولا اسمه بقى؟ لا يا مس، ايه اسمه؟ الاسم يا مس، احنا دلوقتي عايزين الصوره متناحيه. اسمه الاسمول بسمول بسمول. ده اول اكش، اول ايه؟ اول طرف. انزل يا باشا، ايه كابيتال؟ ايه سمول؟ بي سمول بسمول. احنا قلنا اذا كان احد الجين او كلاهما في صوره متناحيه، ده متناحي وده متناحي، الاثنين متناحيين. طب ده سائل وده متناحي، يبقى دلوقتي لا يظهر اللون برضك. يبقى هنا برضك دوت لا يظهر اللون هنا كده. يبقى الازهار البيضاء دي، يبقى اذا كان احد الجين او كلاهما في صوره متناحيه لا يظهر، لا يظهر اللون، لون ابيض. يبقى دلوقتي لا يظهر اللون. واحترس من الكلام دوت خالص، الكلام ده مهم مهم مهم، يعني مش كلام وخلاص، لا لازم نكون فاهمين. يبقى اذا كان احد الجينين او كلاهما في صوره متناحيه، لو الاثنين متناحي او واحد متناحي، يعني دلوقتي كان هنا واحد متناحي خلاص ما يظهرش اللون، ازهار بيضاء عادي. ما تقولش لا بس ما يكونش ملون، ليه احسن؟ ايه كابيتال اهو؟ لا، ما احنا قلنا دلوقتي لو في واحد متناحي ظهر خلاص يلغي الصفه، يلغي اللون خالص. طيب تعالوا يلا كده اللي بعدها. احنا قلنا ايه كابيتال اسمه او بقى، ممكن تعمل لي برضك خليها بالاخضر كده كلها. ماشي، بصوا يا بشبيت، احنا عندنا ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ عندنا بردك بي سمول بسمول. بردك ديت اذا وجد بردك احد الايه؟ احد الجينين بصوره ايه؟ متناحيه، ده متناحي اهو، يبقى دلوقتي لا يظهر اللون. يبقى دلوقتي احنا عندنا ازهار بيضاء وازهار ملونه. قلنا الازهار الملونه ديت اذا كان كلا الجينين سائد، لازم الاثنين يكون سائد عشان اكون ملون. معلش بقى، يبقى دوت سائد وده سائد، يبقى بيدينا ازهار ملونه. ازهار ايه؟ ملونه. ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ بي كابيتال بي كابيتال. ايه كابيتال؟ اسمول بي كابيتال بسمول. طب احنا عندنا دلوقتي الازهار بقى البيضاء. قال اذا كان الجينين او كلاهما في صوره متناحيه، الاثنين هنا متناحيين، يبقى لا يظهر اللون. طب دوت ده سائد بس فينا متناحي، طالما متناحي ظهر يبقى على طول لا يظهر اللون، الازهار اصلا بيضاء. طب هنا هو بردك عندك هنا ايه؟ طالما متناحي ظهر يبقى على طول ازهار ايه؟ ازهار بيضاء. طب هنا متناحي ظهر، طب هنا متناحي ظهر. خلاص طالما الصوره متناحيه واحده حتى لو كان عندك سائد. لا بس دوت ده عندنا كام طراز على فكره كلهم مختلفين، يعني ده غير ده غير ده غير ده غير ده. بس تقول لي ده مثل مش مكرره هنا، ايه يا مثل هما زي بعض؟ لا يا حبيبي، هنا ايه كابيتال ولا اسمه؟ لا اسمه اسمه بكابيتال بسمول. هنا اسمه اسمه بكابيتال بكابيتال. يبقى الطرازين اصلا مختلفين. يبقى دلوقتي احنا طلعنا في الازهار البيضاء خمس طرز. خد يا باشا عندك اهو خمسه. اما الازهار الملونه خدنا كام؟ اربعه. اهو واحد اتنين تلاته اربعه، وهنا خمسه. تعالى كده اكتبهم لي بقى اهو. ادي واحد ادي واحد ادي اتنين ادي تلاته ادي اربعه ادي خمسه. خمس طرز في الازهار الايه؟ الازهار البيضاء. تعالوا كده بقى نعرف حاجه جديده. لو احنا دلوقتي كان عندنا ازهار بيضاء مع ازهار بيضاء، تفتكروا هيدينا ازهار ملونه ولا ازهار بيضاء؟ الامس ده انت في ايه ده؟ عادي. انا عايز دلوقتي اعرف الازهار الناتجه هل هتبقى بيضاء ام ابيض وابيض؟ يعني التقليدي او العادي، انت مثلا تسال حد تقول له ازهار بيضاء مع ازهار بيضاء هيديك ازهار ايه؟ هيقول لك بيضاء، صح؟ تعالوا نشوف بقى البيضاء والبيضاء مع الجينات المتكامله هيدينا ايه. تعالى دلوقتي احنا عندنا دي الطرز الايه؟ الازهار البيضاء. خد يا باشا مثلا عندك ايه؟ مثلا انت ممكن تاخد مثلا اتنين، عايز مثلا تاخد مثلا دي مع دي او دي مع دي عادي. انت ممكن مثلا تاخد دي مثلا اهي، ده زائد واحد زائد اهو، وده برضه ممكن تاخد مثلا ايه سمول سمول بكابيتال بكابيتال. ممكن تاخد هنا ايه كابيتال؟ ايه كابيتال بسمول بسمول.
تعال ناخد مثلا عندنا اي كابيتال اي كابيتال، وعندنا ناخد ايه بي كابيتال بي سمول بي سمول 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 بي كابيتال بي سمول. ناخد دول يعني بص اهو، وناخد دول برضه. تعالوا كده مع بعض نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. عندنا تزاوج ازهر بيضاء مع ازهر بيضاء. الازهر البيضاء دلوقتي ممكن نرجع كده يعني الازهر البيضاء ايه كابيتال ايه كابيتال بسمول بسمول اسمول اسمول بكابيتال بكابيتال. تعالى يا باشا كده ايه كابيتال ايه كابيتال بسمول بسمول مع اسمول اسمول بي كابيتال بي كابيتال. ده كده بيرنز وان. يلا فيه الجامدات عندنا، اذا كان احد الجينين الاثنين شبه بعض يكفي جامده واحده. يبقى دلوقتي لو كان عندنا تروز الجينين الاثنين شكل بعض بكابيتال كابيتال بيكفي لإظهار صفة ايه؟ صفة واحدة. يلا هنا ناخد واحدة وهنا ناخد واحدة وهنا ناخد واحدة اسمه اسمه ناخد واحدة بكابيتال بكابيتال ناخد واحدة. طب نجيب بقى الأفراد، أفراد الجيل الأول اعمل بقى يبقى ايه؟ التزاوج. اجمع الـ A واجمع الـ B. يبقى دلوقتي عندنا A كابيتال سمول B كابيتال سمول، يبقى 100% أبيض أزهر بيضة مع أزهر بيضة أزهر بيضة مع أزهر بيضة. ايه يا مس دوت؟ يا لهوي يا مس ده الاثنين سائد. ايه كابيتال بكابيتال؟ يا نهار ابيض يا مس، يعني أزهر بيضاء مع أزهر بيضاء ادتنا أزهار ملونة؟ ده جديدة دي. ما اه ده جديدة، بس الجينات المتكاملة بتقول لك احنا عندنا كله جديد. يعني انا دلوقتي عندنا أزهار البيضاء مع أزهار البيضاء ادتك أزهار ملونة، سبحانه. طب تعالوا بقى نشوف الأزهار أو أفراد الجيل التاني. ده كان أفراد الجيل الأول، تعالى بقى أفراد الجيل التاني. خد يا باشا اللي هو إيه كابيتال إيه سمول بي كابيتال بي سمول معايا. يلا يا باشا كده، يلا يا بابا، يلا يلا بينا يلا بينا. أهو إيه كابيتال إيه سمول بي كابيتال بي سمول عشان نجيب أفراد الجيل الإيه أفراد الجيل التاني. يلا أهو إيه كابيتال إيه سمول بي كابيتال بي سمول مع إيه كابيتال إيه سمول بي كابيتال بي سمول. دوت بيرن جميتوت. احنا كان عندنا يابا الشكل دوت كده كنا بنطلع منه اربع جميتوت، والشكل دوت يا باشا كنا بنطلع منه اربع جميتوت. يلا بينا كده فكروني، كنا بنقول الاول مع التالت الاول مع الرابع، ناخد التاني مع التالت التاني مع الرابع كده، كنا ماشيينها كده صح؟ الاول مع التالت نفس الاول مع الرابع، ناخد التاني مره مع التالت التاني مع الرابع. يلا بينا. احنا كان عندنا مثلا هنا الاول مع التالت، كان هنا مثلا ايه ده الاول وده الثاني وده الثالث وده الرابع، وده الاول وده الثاني وده الثالث وده الرابع. ايه كابيتال بي كابيتال؟ الاول مع الثالث الاول مع الرابع. ايه كابيتال بي سمول؟ الثاني مع الثالث بي سمول بي كابيتال مع التاني مع رابع بسمول بسمول. يبقى دلوقتي طلعنا من التراث دوت اربع جامدات. معايا ولا مش معايا؟ الكلام ده كله قديم، ما قلتش كلمه جديده. الشغل الافراد سواء كان افراد الجيل الاول افراد الجيل التاني كله كلام قديم، اللي هو كان عندنا اذا كان موجود عندنا حل جينين وكلهم زي بعض او متشابهين يكفي ايه ظهر واحده بس. يعني ايه كابيتال ايه كابيتال؟ ناخد واحده تبقى ايه. طب عندنا بي كابيتال بي كابيتال ناخد بي. هنا احنا قلنا دلوقتي الشكل دوت كان بيدينا اربع جاميتات، الاول مع الثالث الاول مع الربع، ناخد الثاني مع الثالث الثاني مع الربع. طب ليه يا مس هنا ما حضرناش الكابيتال قبل السمول؟ قلناها برضك. ليه الكابيتال ما يكونش قبل السمول؟ ليه ما تكونش بي كابيتال؟ قلنا علشان دلوقتي احنا بنحترم، احنا دلوقتي بادئين بالصفه ايه خلاص، يبقى دي صفه ودي صفه، يبقى دلوقتي الايه هي اللي تسبق حتى لو كانت سمول هي برضه تسبق. يعني كل صفه كل صفه على حده، اما لو كانت بي سمول بي كابيتال لا ما ينفعش، عشان بي سمول ما ينفعش الصغير يجي قبل الكبير ابدا، انتوا الاثنين مثل واحد. طيب تعالوا بقى نشوف كده. طب دوت احنا ماشي الاطراف اربع جامدات دول من دول، تعالى نجيب بقى من دول اربع جامدات زيها بالظبط. ايه كابيتال بي كابيتال برضك اهو، ايه كابيتال بي كابيتال، ايه كابيتال بي سمول، ايه سمول بي كابيتال، ايه سمول بي سمول،
يبقى دلوقتي عندنا دوت ايه الجملتين الثانيه. بعد كده عندنا افراد الجيل الثاني. تعالى يا باشا، ايه ده؟ 4 4 4 جملات في 4 جملات. جدول بنت يا باشا، كان عندك 5 في 5. يلا بينا كده، يلا بينا. اهو 5 في 5 ادي 1 2 3 4 5 ادي 1 2 3 4 5 يعني نحاول كده. يلا يا باشا، اول واحده هنا من ايه بنظللها كده. يلا يا باشا، ايه كابيتال؟ بي كابيتال. ايه كابيتال؟ بي سمول. اسمول بي كابيتال. اسمول بي سمول. وهنا يلا، ايه كابيتال؟ بي كابيتال. ايه كابيتال؟ بي سمول. اسمول بي كابيتال. اسمول بي سمول. هات شبه كده، يلا يا ابو التزوق هات شبه. يلا اهو، ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ بي كابيتال. بي كابيتال اهو. يلا، ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ بي كابيتال. بي سمول. برافو اهو. يلا بينا، ايه كابيتال؟ اسمه بي كابيتال. بي كابيتال. يلا، ايه كابيتال؟ اسمه بي كابيتال. بي سمول. بص يا باشا، ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ بي كابيتال. بي سمول. ايه كابيتال؟ ايه كابيتال؟ بي سمول. بي سمول. ايه كابيتال؟ اسمه بي كابيتال. بي سمول. ايه كابيتال؟ اسمول. بي سمول. بي سمول. اهو، ايه كابيتال؟ اسمول. بي سمول. بي سمول. هنا، ايه كابيتال؟ اسمول. بي كابيتال. بي كابيتال. هنا، ايه كابيتال؟ اسمول. بي كابيتال. بي سمول. اسمول. اسمول. بي كابيتال. بي كابيتال. اسمول. اسمول. بي كابيتال. بي سمول. هنا، ايه كابيتال؟ اسمول. بي كابيتال. بي سمول. ايه كابيتال؟ اسمول. بي سمول. بي سمول. اسمول. اسمول. بي كابيتال. بي سمول. اهو، اسمول. اسمول. بي كابيتال. بي سمول. اخر واحده، اسمول. اسمول. بي سمول. بي سمول. ايه ده يا مس بقى؟ تعالي بقى يا مس شوفي مين السائد. السائد ده نعمله ملون، ماشي؟ ده كده سائد. ايه ده؟ مين سائد اهو؟ ايه ده؟ مين سائد اهو؟ تاني سائد. ايه ده؟ تاني سائد اهو. سائد سائد. ايه ده؟ سائد سائد. ايه ده؟ الاثنين سائد اهو. ايه كابيتال؟ بي كابيتال. ايه ده؟ ده دوت ايه؟ واحد متناحي. ايه ده؟ مش هينفع. ايه ده؟ ابيض. احنا بناخد الملون. ايه ده؟ ده سائد اهو. طب ده لا، طالما هنا في واحد متناحي مش هينفع ناخده، ندخل هنا. ايه ده؟ سائد. ده سائد ناخده معانا ملون. ده سائد سائد ناخده معانا ملون. ايه ده؟ واحد متناحي واحد سائد. لا، يبقى دوت ازهار بيضاء مش هناخده معانا. دوت واحد متناحي. لا خلاص. ايه ده؟ ده سائد سائد ناخده يبقى ازهار ملونه. ده واحد متناحي خلاص مش هينفع. مش هينفع. مش هينفع. عدوا كده معايا السائد بقى عشان نعمل ابيض. 1 2 3 4 5 6 7. يبقى دلوقتي احنا عندنا الازهار السائده. احنا قلنا دلوقتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. عندك يا باشا 9 سائد، 9 ملون من الاخر. طب انت عندك الباشا بقى الباقي اهو، بقى الباقي. الباقي يبقى كده ازهار بيضاء من غير ما نعد. هو دلوقتي اصلا ده عندنا كام صفه؟ بس يا باشا الابيض ده مش عارف ايه ده، ابيض يعني. يبقى دلوقتي احنا عندنا 9 الى 7. التسعة ده سائد يبقى لونه ملون. الباقي ادي 1 2 3 4 5 6 7. اه يا باشا، السبعة متنحي بيضاء بس كده وبس كده. وكان الله بالسر عليهم. خلصنا درسنا النهارده. وده اشمعنى ده بياخد فعل جينات؟ اللي هما كام حاجه بتاخد فعل جينات؟ اربع حاجات، كانت انعدام السياده، بعد كده بعده البدائل، بعد كده الجينات الميتة. النهارده كانت الجينات المتكامله. الجينات المتكامله اتكلمنا فيها عن دراسه بسله الزهور. عرفنا ان دراسه بسله الزهور دي في منها ازهار ملونه في منها ازهار بيضاء. الازهار الملونه بيقول لك اذا حدث تكامل بين زوجين من الجينات وكان كده هما سائد اثنين سائد. طب الازهار البيضاء قال لا، ده اذا حدث يعني كان احد الجينين او كلاهما متنحي، يعني الاثنين كانوا متنحي او واحد فيهم متنحي، لا تظهر الصفه ابدا، لا يظهر اللون ابدا،
يبقى يكون ازهار بيضاء. عرفنا ان احنا عندنا في الازهار الملونه اربع طرف، وعرفنا عندنا في الازهار البيضاء كام؟ خمس طرق. فكده نجاحها. يبقى احنا دلوقتي عرفنا دلوقتي ان الجينات المتكامله طلعت النسبه 9 الى 7، 9 سائد ملون و7 متناح ايه بيضاء. لما نيجي نرجع على ايه لدرسنا مع بعض اهو، اهو درسنا النهارده كان الجينات الايه الجينات المتكامله. بعد كده اتكلمنا عن دراسه بسله الزهور، عرفنا عندنا ازهار ملونه، عرفنا عندنا ازهار بيضاء. الازهار الملونه اذا تحدث تكامل بين زوجين من الجينات وكان كلاهما سائد، الاثنين كانوا سائد، يبقى باشا ده ازهار ملونه. هنا اذا حدث او اذا كان احد الجين او كلاهما في صوره متناحيه، اذا ده واحد متناحي خلاص يا باشا لا يظهر اللون، لا يظهر اللون. امتى ليه ما يظهرش اللون يا مس؟ قال لي علشان كان واحد فيهم متناحي. يعني مثلا الاثنين يكونوا متناحيين او واحد متناحي يبقى بيضاء برضه. هتقول لي ما هنا في سائد اهو يا مس. قال لك لا، بس طالما الظهر التنحي يبقى دي ازهار بيضاء. اهو هنا برضو اهو في متنحي، هنا في متنحي، متنحي خلاص يبقى ازهار بيضاء وش. بعد كده احنا عايزين نعرف يا مس لو تزوج ازهار بيضاء مع بيضاء ابيض وابيض، اي حد في الشارع يقول لك ابيض وابيض هيدينا ابيض، يعني هيدينا ايه؟ هيكون مثلا ازهار شيطانيه كل تاني؟ لا ده احنا عندنا ابيض وابيض هيدينا ازهار بقى ملونه. هو الجينات المتكامله بتقول لك كده. يبقى دلوقتي طبعا الكلام ده صح اهو، ملون مع ملون. ليه؟ احنا عندنا دلوقتي دوت سائد وده متنحي، يبقى دلوقتي احنا عندنا ده ابيض ودوت برضو ابيض، ابيض مع ابيض هتلاقي اللي هو اداك ملون اصلا، يعني هنا كان ابيض مع ابيض اداك ايه؟ اداك ملون. تعالى نجيب بقى افراد الجيل التاني، افراد الجيل التاني طبعا ملون مع ملون بقى هنا اهو هيديك ايه؟ هيديك النسبه 9 الى ايه؟ 9 الى 7. يبقى الجينات المتكامله عندنا ازهار بيضاء مع ازهار بيضاء ادتنا ازهار ملونه بنسبه 100% في افراد الجيل الاول، وبنسبه 9 الى 7 في افراد الجيل الثاني. تعالوا كده نرجع مع بعض النسب. احنا كان عندنا نسب ايه يا باشا؟ هقول لك دلوقتي. بص يا باشا احنا كان عندنا دلوقتي نسب 100% في افراد الجيل الاول، وبعد كده 3 إلى 1 افراد الجيل الثاني. كان عندنا 100% في الجيل الاول، و9 الى 3 الى 3 الى 1 افراد الجيل الثاني. وكان عندنا يا باشا 1 الى 2 الى 1 دوت برضه كان ده السيد. وكان عندنا يا باشا في اللهم صل على النبي تجي لو فات ربع النسل تجي في الجينات الميته اذا وجدت بصوره نقيه تؤدي وفاه ربع النسل. وعندنا يا باشا 9 الى 7 دي الجينات الايه؟ الجينات المتكامله. يبقى دلوقتي عندنا اهو اول واحد ده قانون مندل الاول، قانون مندل الاول دوت قانون مندل الثاني. واحد اثنين انا واحد ده انعدام السيادة تدخل فيها الجينات 9 على 7 ده الجينات الجينات المتكاملة. وبكده يا باشا تكون حضرتك خلصت جزء مهم جدا 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 اللي هو كان تداخل فعل الجينات، وكانت اخر حاجه فيه الجينات المتكامله. تعالوا بقى نروح نشوف نحل الاسئله اللي فوق. مستر ثاني عايز اجيب الاسئله بقى. تعالوا بقى نشوف كده الاسئله ازاي بتيجي على جزئيه الجينات المتكامله دي اللي هي كانت اخر حاجه في تداخل فعل الجينات. بيقول لك دلوقتي اول سؤال بيقول يعد لون الزهور في نباتات البازلاء الحلوه مثالا لخاصيه تتاثر بالجينات المتكامله. يبقى دلوقتي احنا عرفنا ان احنا عندنا دلوقتي الراجل ده بيتكلم في جينات متكامله. يمكن ان تكون الزهور بيضاء، احنا عرفنا دلوقتي الزهور البيضاء شكلها بيكون ايه؟ احنا عرفنا دلوقتي اذا كان الجين متناحي او احد الجينين يبقى دلوقتي على ايه؟ على طول يبقى زهور بيضاء او طبعا ارجوانيه. وفي هذه الحاله يجب توافر اليل يعني جين او بديل او معين. احنا خدنا تعدد البدائل، خدنا يعني ايه بديل؟ البديل دوت يعني جين يعني اليل يعني معين يعني صفه. طيب بيقول لك دلوقتي لكلا الجينين كي يظهر لون الزهره الارجواني الملون، اي الانماط الجينيه يعد يعطي نبات ذو الزهور ايه؟ بيضاء. اي واحد في دول اصلا هيدينا زهور بيضاء. هل بقى الزهور البيضاء ديت احنا قلنا دلوقتي الزهور البيضاء يا مس يبقى لازم يكون في جين متناحي او الاثنين يكون متناحي. ايه ده؟ ده سائد سائد مش هينفع، سائد سائد مش هينفع، سائد سائد مش هينفع. ايه ده متناحي ظهر اهو؟ طب تعالى نشوف اخر اختيار، سائد سائد برده مش هينفع.
يبقى فعلا الاجابه الصح هي رقم ايه؟ رقم د، علشان يا ميس انت فهمت لنا وقلت لنا ان هي الجينات المتكامله، الجينات المتكامله طالما ازهار بيضاء تظهر امتى؟ اذا كان احد الجينين، احد الجينين متنحي او الاثنين متنحي، اللي هو اسمه الاسمول بسمول بسمول. حاجه صعبه كده؟ مفيش اي حاجه صعبه. تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول ايه. بيقول لك دلوقتي افترض ان لون فراء الفئران هو مثال، مثال لايه يا باشا؟ قال لي مثال لصفه تتاثر بالجينات المتكامله، قد يكون لون الفراء ابيض او اسود، وفي هذه الحاله يجب توفر الليل او جين او نوعين سائد لكل الجينين كي يظهر اللون الاسود. ايه يا باشا هيظهر اللون الاسود؟ بيقول لك اه هيظهر اللون الاسود. اي الانماط الاتيه يعطي لون الفراء الاسود طبعا للفور؟ احنا عندنا دلوقتي تراهم لون الفراء الاسود، احنا عندنا دلوقتي ايه؟ لون الفراء، يعني لون الفراء اصلا ده بيمثل جينات متكامله، قد يكون لون الفراء ابيض او اسود، وفي هذه الحاله يجب توفر القليل سائد، يعني لازم يكون في سائد عشان يظهر ايه؟ يظهر اللون الاسود. طب طالما سائد يبقى احنا دلوقتي عايزين الاثنين يكونوا سائد. تعالى يا باشا كده، عندك هنا واحد سائد والتاني لا مش هينفع، عندك هنا واحد سائد والتاني لا مش هينفع، عندك هنا واحد سائد والتاني لا مش هينفع، يبقى فعلا دوت الاثنين سائد، يبقى هو ده طبعا الاجابه الايه؟ الاجابه الصحيحه، عشان طبعا احنا عارفين اللون الفئران التقليدي او الشائع او الاكثر بيكون لون اسود، يعني نادر ما بنلاقي مثلا فار ابيض او فار اصفر او الحاجات دي. طيب تعالوا كده نشوف السؤال الثالث بيقول ايه؟ السؤال الثاني بيقول ظهور نباتات البازلاء الحلوة يمكن أن تكون أرجونية أو بيضاء، يوضح الرسم البياني المسار الكيميائي الحيوي الذي طبعا ينتج أو ينتج يعني يتيح إنتاج ظهور أرجونية في نباتات البازلاء الحلوة. الشكل اللي احنا شايفينه دوت كده، بيقول لك الجين ب والجين ألف طبعا، وعندنا طبعا ايه الجين ألف دوت بيسفر طبعا إنتاج الإنزيم ألف، فبيحفز طبعا بروتين مثلا معين بيعزيم اللون عشان يحوله ايه لصبغه ارجوانيه. اي الشروط الاتيه يجب تحققه لكي تنتج الصبغه الارجوانيه علشان يكون ملون؟ علشان يكون ملون بقى لازم ان يكون ايه؟ هل لابد ان يكون الجين الف والبروتين بدائي فقط موجودين؟ لا يا باشا، لازم ان يكون طبعا الجين الف، يعني الالف دوت يعني لازم يكون موجود، والجين ب برضك يكون موجود. معلش ما احنا لازم الاثنين يكونوا سائد، الاثنين سائد يكونوا موجودين، مش هينفع الجين الف بس لوحده لا. طيب ممكن من الممكن الا يكون الجينين موجودين؟ ده استحاله طبعا، لابد ان يكون الجين الف موجود ويعمل بطريقه صحيحه، لابد ان يكون الجين الف. طب ماشي هي دي صح، بس فين الاصح؟ هنا بقى لابد ان يكون الجين الف والجين ب موجودين ويعملوا بطريقه صح. ايوه هي دي الصح، يعني دي صح بس في منها الاصح. طيب من الممكن الا يكون الجينين موجودين؟ لا ده اصلا غلط، يبقى الاجابه الصح هنا يا باشا هي تبقى رقم ايه؟ رقم د، لابد ان يكون الجين الف والجين ب موجودين ويعملون بطريقه ايه؟ بطريقه صحيحه، علشان دوت ساعتها بيدينا جينات متكامله، بيظهر الجين ده بيأثر وده بيأثر، بيبقى ده سائد وده سائد، ده موجود وده موجود، يبقى الجين الف موجود والجين ب موجود. دوت الجين الف طبعا بيشتغل على انزيم الف، والجين ب بيشتغل على انزيم ايه؟ الانزيم ب، فبيدينا صبغه ارجوانيه، فالانزيم بيعمل اثره او بيحدث اثره، فبالتالي بيحدث اللون او بينتج اللون، فبالتالي تبقى الاجابه الصحيحه تبقى رقم د. رقم ايه يا شباب؟ رقم د. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 5 اهو، يلا السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 بيقول اي الاتي يعد افضل تعريف لمصطلح الجينات المتكامله؟ اذا الجينات المتكامله احسن حاجه بقى لها ايه؟ هل الجينات المتكامله هي جينات تثبت انتاج البروتينات؟ اكيد لا، مش بتوقف، ما هتثبت دي يعني توقف. هل الجينات المتكامله بتوقف انتاج البروتينات؟ اكيد طبعا لا، عمرها ما بتوقف انتاج بروتينات، يبقى دي اجابه خاطئه، مش هينفع يمشي معانا الكلام ده. الجينات المتكامله هي الجينين يعبر عنهم في النمط الظاهري في الوقت نفسه؟ لا لا لا، مين قال كده؟ مين قال كده؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ لا دوت جين وده جين، ده تراث مصهري وده تراث مصهري، ده سائد نطقي ده سائد هجين. طيب الجينات المتكامله هي جينين مختلفين او اكثر يعملان معا لمساهمه في ظهور صفه جديده؟ اه تصور الكلام ده صحيح. طب معلش يا مس تعالى نشوف من تحتها ممكن برضو تكون ايه يعني فيها صح. الجينات المتكامله هي جينات تمتزج معا لانتاج نمط ظاهري جديد مختلف؟ ايه ده يا باشا الكلام ده؟ يعني هي جينات بترتبط معا عشان تنتج نمط اصلا ظاهري جديد مختلف؟ لا عادي، هي مش بتنتج عشان تدينا يعني ايه نمط ظاهري مختلف، يتدينا منها يعني سواء ملونه او بيضاء، سائد لا متنحي، فهي جينين مختلفين ماشي؟
او اكثر يعملان معا للمساهمه في ظهور صفه ايه جديده، يعني الاثنين ايه بيعملوا معا عشان يساهموا في ظهور صفه ايه صفه جديده، يبقى هما جينين مختلفين او اكثر يعملان معا لظهور ايه صفه، ظهور صفه طبعا ايه ظهور صفه معينه، في ظهور صفه معينه. يبقى دلوقتي الجيم هي دي الاجابه الايه الصح، اما مش بيديني صفه جديده، الجيم كمان مش بيديني صفه جديده خالص، هي الملونه البيضاء، هي المتكامله عند الملونه البيضاء. تعالى كده نشوف السؤال السادس بيقول ايه يا شباب. السؤال السادس بيقول لنا اللهم صل على النبي، اي من الاتي ينطبق على حاله يتحكم فيها تكامل بقى او جينين سائدين في نمط ظاهري معين؟ يبقى دلوقتي ينطبق على حاله يتحكم فيها جينين سائدين في نمط ظاهري ايه معين؟ هل وراثه الهجين الثنائي من افراد متغيره التزايد حيث تكون نسبه النمط الظاهري في الجين 3:9؟ لا طبعا 3:9 ايه ده، مفيش جينات متكامله خالص نسبه 3:9. احنا دلوقتي كتبتلنا يا مس كتبتلنا النسب وقلتلنا 3:1 دوت في المندل الاول، 9:3:3:1 ده كانوا المندل الثاني اللي هو التوزيع الحر، قلتلنا اللي هي 1:2:1 دوت فين في انعدام السياده، وقلتلنا برده يا مس اللي احنا عند 9:7 دوت الجينات المتكامله، فجبنا نفس 3:9 دي خالص، جبت غيرها؟ لا ما جبتش. طيب يبقى دلوقتي بقى وراثه الهجين الثاني من افراد متغيره الزيجوت حيث تكون نسبة النمط ايه ده ايه ده الله 9:7 ده الكلام ده حلو قوي، ده الكلام ده صح يا مس، 9:7 يا مس صح. اقول لك انت كده انسان محترم وانسان فعلا قاعد مركز معايا، وفعلا هيبقى 9:7 يبقى الاجابه ب هي الاجابه الايه الصح، اما وراثه الجين متغير ازاي وتكون نسبه 3:1 غلط. طب 9:1 برضك ايه برضك الكلام دوت خطا، احنا عندنا جينات متكامله بتكون النسبه 9:7. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بص يا باشا عندك دلوقتي افترض ان لون الفراق يعني الفراق في الفئران يمكن ان يحدده جينين لهما نشاط متكامل يوضح الجدول الاتي الانماط الام الانماط الجينيه. طب حلو قوي، تعالوا كده يا باشا بيقولك دلوقتي عندنا الانزيم ايه والانزيم بي، عندنا النمط الظاهري والنمط الجيني. احنا عندنا دلوقتي عندنا الانزيم ايه دوت ده انزيم فعال، وعندنا الانزيم بي دوت هو ده عين، والنمط الظاهري بقى لون ماشي اسود تمام كده، وعندنا النمط الجيني، النمط الجيني بيكون ايه ايه كابيتال ايه كابيتال بي كابيتال بي كابيتال. طب معطل وظيفي دوت بيكون الانزيم ايه دوت بيصاد تمام ماشي، وبيكون النمط الظاهري بتاعه ابيض وايه سمول اسمول بسمول بسمول. طب هنا ده طبعا النمط الظاهري سين، وده بيكون مثلا انزيم ايه فعال. بيقول لك اي الخيارات الاتيه يمكن ان يستبدل بالحروف سين وصاد وعين في الجدول، احنا عايزين نستبدل دلوقتي الحروف دي كده في الجدول حلو. هل سين دوت اللي هو فين سين دوت هيكون النمط بتاعه ايه دوت انتوا شايفينه دوت ايه كابيتال ودي كابيتال، على طول يا باشا اكيد النمط بتاعه هيكون اسود استحاله يكون ابيض، يبقى نستبعد ايه هنستبعد الف وب. اول ما نشوف ابيض كده حل بالاستبعاد، ابيض ده نستبعدهم يبقى الف وب اصلا مش معايا مش هكمل معاهم اصلا المقارنه، هنقارن بين ايه بين جيم ودال، يبقى السين هي اسود. طب تعالوا نشوف بقى مين الفيهم الاصح، مين اللي هتكمل معايا الصح الاصح بقى، خلاص هما الاثنين كده اسود خلاص مش سين كده برق سين كده احنا عارفين ان مش اسود يا حبيبتي. طيب صاد بقى تعالوا نشوف صاد، صاد الانزيم ايه الانزيم ايه دوت تفتكروا يا جدعان؟ الصاد دوت هيكون فعال ولا معطل وظيفيا؟ هو دلوقتي صوت مثلا احنا عندنا هنا ده كان فعال وده ابيض لا معطل يا مس احسن اظهره ده بيضاء، يبقى ده مش فعال يا مس يبقى ده معطل، يبقى يا مس هيكون ايه هتكون دال. ايوه صح كده يا مس معطل واسود. طب عين بقى عين ادانا اسود يبقى ده فعال، يبقى فعلا الاجابه دال هي اللي كملت معايا وحافظت على الثبات الاصحيه وكملت معايا للصح الاخر نفسه، يبقى فعلا الاجابه الصح الاصح هي دي. برافو عليكم. يبقى عرفنا دلوقتي اخترنا ده ليه، احنا اول حاجه سين ده لونه اسود، بعد كده صوت طالما ادينا اصلا ابيض يبقى ده معطل وظيفيا اصلا اظهر بيضاء لا يظهر لون اساسا. طب حلو قوي. طيب ندخل على عين، عين يا باشا اهو ده طلعت اسود وكده وده سائل وده سائل وايه كابيتال ايه كابيتال ايه كابيتال، يبقى خلاص دوت ايه دوت فعال. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده بيقول، بيقول دلوقتي افترض ان لون الفراق في الفئران مثال لخاصيه وتاثر بفعل الجينات المتكامله. تعالى يا باشا كده اهو الجينات الايه الجينات المتكامله تمام، يمكن ان يكون الفراق ابيض او اسود، وفي هذه الحاله يجب ان يكون هناك اليل سائد لكلا الجينين ليظهر لون اسود.
اي الانماط الجينيه اتاح يمثل فار ابيض الفراء. عندنا الفار الابيض الفراء دوت بيكون ايه يا باشا؟ الابيض ده اصلا احنا عندنا لازم يكون ايه واحد فيهم متنحي او الاثنين متنحي طالما ابيض. اذا ده الاثنين سالب مش هينفع، ده الاثنين سالب مش هينفع، الاثنين سالب مش هينفع، الاثنين سالب مش هينفع، يبقى رقم ب هي الصح. بس من الاخر مش محتاج اصلا اقول حاجه، مش محتاج احل السؤال. السؤال محلول، محلول يعني هو حل نفسه، يعني الشرح اصلا هو ده، مش مفيش كلمه زياده. بيقول لك يوضح مربع بايت الانماط الظاهريه الناتجه عن تزاوج بين فئران متغيره الزيجوت بالنسبه الى صفه لون فراء ما الايلات الناقصه. احنا عندنا دلوقتي اهو زي ما احنا شايفين في تزاوج طبعا بين سائد، سائد عندنا سائد اللي هو طبعا ملون. لما بقى نيجي نشوف هو دلوقتي السؤال بيقول لك ايه؟ بيقول لك يا باشا احنا عايزين دلوقتي نعرف النسبه لصفه لون الفراء الابيض الى الايه؟ الى الملون. طيب ماشي، انتوا قولي دلوقتي يا مس ان احنا عندنا دلوقتي كام طرز للون الاسود؟ انتوا قولي دلوقتي اللون الملون بيكون مثلا اربع، طب مثلا الابيض بيكون مثلا خمس طرز. طب تعالوا بقى نشوف السؤال. احنا عندنا دلوقتي بقى هو عايز يعرف هيكون اني واحده، يعني دلوقتي عندنا دوت هيكون ايه؟ تعالى كده يا باشا، انت عندك هنا هيكون ايه؟ مش دوت المفروض ده بيقابل ده على طول، ده ده ايه كابيتال بي كابيتال، ده ايه كابيتال بي، يبقى الاجابه الاصح طبعا هتكون دي اهو اهي المفروض هنا. بص يا باشا اهوت، انت عندك هنا اهو ده ايه كابيتال، ايه كابيتال، ايه كابيتال، ايه كابيتال، بي كابيتال، بي كابيتال. امال هنا اسم الاسم باسم الاسم، امال هنا هتبقى ايه كابيتال بي، يبقى تبقى الاجابه الصح هيبقى رقم ايه؟ رقم ج. تعالى نشوف يا باشا بقى كده اخر سؤال معانا بقى، ماشي واخد بالك، ونركز بقى قوي في السؤال ده جدا جدا جدا، السؤال ده مهم جدا. بقى دلوقتي افترض ان وراثه لون الفراء عند الفئران تتحكم فيها الجينات المتكامله. اول ما تشوف الجينات المتكامله اعرف انت عندك دلوقتي احتمالين، لا ملون ولا ابيض. ولكي يعبر عن النمط الظاهري السائد يجب ان يكون هناك قليل سائد ولكل جين موجود في النمط الجين. يوضح بقى المربع ده المعطى الانماط الظاهريه الناتجه عن تهجين فئران متغيره الزيجوت بالنسبه للون الفراء. اكمل مربع بيانات لتحديد نسبه الانماط الظاهريه السائده للمتنحيه. انت عايز ايه دلوقتي يا باشا؟ بيقول لك انا عايزك تكمل لي جدول القمر ده، الجدول الجميل ده. انا اصلا يا باشا انا من غير ما اكمل لك انا عارف ان ده اصلا جينات متكامله فالنسبه هتبقى 9 على 7، معلش انا هستبعد ده كله ما يلزمنيش. طب تعالى يا مس معلش نكمل له، بيقول لك خليك ورا الكداب لحد ما بتضهر. تعالى يا باشا دلوقتي ايه كابيتال، ايه كابيتال، بسمول بسمول هنا، ايه كابيتال اسمول، بي كابيتال بسمول هنا، ايه كابيتال اسمول، بسمول بسمول اهو دوت، ايه كابيتال اسمول، بي كابيتال بسمول حلو، اسمول اسمول، بي كابيتال، بي كابيتال حلو، اسمول اسمول، بي كابيتال بسمول تمام هنا، ايه كابيتال اسمول، بي سمول بسمول، اسمول اسمول، بي كابيتال بسمول هنا، اسمول اسمول، بسمول بسمول. يبقى دلوقتي طالما الجينات متكاملة يبقى على طول عندنا النسبة بتكون 7 إلى إيه؟ 7 إلى 9، 7 الأبيض إلى 9 ملون، أو 9 سائد ل7 متنحي. وبكده نكون خلصنا آخر جزء التداخل فعل الجينات اللي هو الجينات المتكاملة. كانت معكم مس هدر صقر مدرسة مادة الأحياء على أحسن منصة، منصة ذات طب، وخلف هذا المضيق هناك المتسع. أشوفكوا على خير.